بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة احتفالية جديدة بإذن الله رب العالمين للنادي الأهلي بدرع الدوري رقم 42 مع طلائع الجيش، وبإذن الله النادي الأهلي يكسب ويعمل مزيد من الأرقام القياسية. طبعا النهاردة بإذن الله مباراة مسك الختام، والنادي الأهلي النهاردة لما يفوز بالدرع رقم 42 هيرفع بطولات الأهلي الإجمالية في الدوري والكاس وكل البطولات ل 138 بطولة، ليواصل تتويجه كأكثر فريق فاز ببطولات على مستوى العالم. هنقولها تاني، على مستوى العالم، منها 20 لقب قاريا، منها 8 ألقاب في دوري الأبطال الأفريقي، وأربعة في أبطال الكؤوس، ولقب واحد في كاس الكونفدرالية، وست ألقاب في بطولة السوبر الأفريقي، وبطولة واحدة للأفرو آسيوية، إلى جانب أربع ألقاب للبطولات العربية. وعلى الصعيد المحلي النادي الأهلي زي ما قلنا 42 بطولة دوري عام، بيصل النهاردة ل 130 بطولة، أكبر الفرق الفائزة على مستوى العالم. خلينا نرحب بضيوفي الاعزاء النهارده، نجوم الاستوديو التحليلي، النجوم الكبار، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن شريف. اهلا كابتن ايمن، نورنا. الله يسلمك. كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بيك كابتن علاء. اهلا بك ايمن. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا بيك كابتن اسامه، منورنا. اهلا وسهلا بيك. تاني يوم على التوالي. ها كابتن عادل مصطفى، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. قبل ما نكمل حديثنا مع ضيوفنا الكبار، هنروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب برا ونشوف اخر تجهيزات لتسليم درع الاهلي، درع الدوري للنادي الاهلي. ولكن حابب اسالك حاجه يا كابتن شريف في بدايه حلقتنا النهارده. النهارده تتويج باللقب رقم 42 واحتفاليه كبيره جدا، كويس، والماتش يعتبر كانه تحصيل حاصل للنادي الاهلي، ولكن اعتدنا في النادي الاهلي ان احنا بناخد كل الامور بجديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كلام مظبوط يا كابتن ايمن. اي مباراه حتى لو وديه مع النادي الاهلي، وخاصه في الايام دي ان احنا الحمد لله وصلنا فاينل افريقيا، بتبقى بمثابه تحضير ذهني وتركيز للوصول الى العلامه الكامله، اذا كان في الدوري او في بطوله افريقيا التاسعه باذن الله. جهاز فني جديد على النادي الاهلي بيستغل جميع المقابلات او جميع المباريات اللي هي بتبقى متاحه ليه للاستكشاف الاكثر، للتعرف الاكثر، بيشوف اذا كان يقدر يعمل تاكتكس معين، يقدر يجرب بعض اللاعبين اللي هم خارجين من اصابات بعيد عن الملعب، يقدر يجهز الكتيبه بتاعته في المباريات اللي هي مثل طلائع الجيش النهارده اللي هي خلاص الحمد لله طلائع الجيش قاعد، والاهلي خد الدوري بفارق كبير قوي، وزي ما انت قلت بنعمل ارقام جديده، بنعمل احداثيات كبيره في نستفيد منها، وبنستفيد بكل سنه بنشوف اللي احنا عملناه قبل كده ايه، وايه اللي حصل في السنه اللي قبلها، السنه اللي بتخش علينا الجديده باذن الله برغم ظروفها، برغم الكوفيد، برغم كل حاجه، بيبقى لنا شكل وبنتعلم في كل مباراه ايمن ايه اللي بيحصل في على ارض الواقع. ارض الواقع النهارده بدون ان انا اتكلم في التشكيله او اي حاجه، بس انا شايف ان هو بيدي لعيبه كانت بره، ولعيبه يمكن يحتاجها في الفاينل كمان، ما تعرفش الظروف شكلها ايه، بدون يعني التركيز على الاسماء، كهربا، وليد سليمان، واليو بادجي، ومحمود وحيد مثلا، يعني دول اسماء النهارده يمكن نلاقيهم باذن الله في الفرقه ان شاء الله باذن الله. عايزين نشوف الحاله بتاعتهم، الاستشفاء بتاعهم شكله ايه، تطبيق ذهن المدير الفني اللي بيبقى موجود الجديد موسيماني مع اللمسه ولعبه اللي احنا بنشوفه في التمرين. الحقيقه بيعمل عمليه ضغط في تمريناته، بيعمل لمسه ولعبه، بيعمل كره طويله في الانتايم المظبوط، عايز كم من السرعات تبقى موجوده. فكل ده من مباراه طلائع الجيش النهارده بنحاول نخرج بيه، بنحاول نطلع بحاجات اللي بيقولوا عليها ايه الايجابيات، بنشوف الدنيا هتمشي ازاي باذن الله بالنسبه للفريق النهارده. ناهينا عن النتيجه، النتيجه بتيجي على اساس الشكل، الاداء، التركيز بتاع اللاعبين، بتبقى في نتيجه الحمد لله. صحيح. لما كل واحد بيبقى في المعطيات بتاعته في الملعب بيقدر يدي لعبه ويدي فنيات ويدي فرديات ويدي كل حاجه، الحاجات دي بتحصل له بينه علاقه بينه وبين مدير فني الجديد، مطلوبه من اللاعب ومطلوبه من المدير الفني كمان ان هو يدي الثقه للعيبه دي اللي هو نجح فيها اصلا، انه اول ما جه
عمل ثقه كبيره قوي بينه وبين اللاعبين. فانا جود لك باذن الله للمدير الفني واللاعبين كلهم، ونخرج من المباراه باذن الله من غير اصابات من غير اي يا رب باذن الله ربنا. كابتن علاء، ازاي بيفكر مستر موسيماني لمباراه النهارده؟ بيفكر اولا بيفكر في المباراه الاول، هو ما فكرش في احتفاليه، ما فكرش في حاجه خالص. هو ده تفكيره وده تفكير كل اللعيبه الموجوده في المباراه النهارده. بيفكر يعمل مباراه كويسه، يطمئن على كل اللعيبه. النهارده في تغيير في التشكيله من نتكلم عليه، لكن هو عايز يطمن على كل اللعيبه، عايز يطلع بمكسب ده اكيد طبعا. عايز اليوم يخرج بالشكل اللائق بالنادي الاهلي. مباراه حلوه، مكسب كويس زي ما كابتن شريف كان بيتكلم، والاحتفاليه في الاخر تبقى احتفاليه حلوه. يعني اليوم كله هو فكر في اليوم كله ايمن يوم يستفيد اللعيبه حتى تبقى مبسوطه نفسيا، تطلع يعني كسبان الماتش على ماتش حلو. اللعيب يعني فرحه اللعيب لوحده بيطلع مباراه هو حاسس ان هو كويس، دي فرحه ما 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 ملهاش 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 بديل. يحب دايما يطلع مبسوط، عامل ماتش كويس، كسبان المباراه، وبعدين يبقى الاحتفاليه بعد المباراه ان شاء الله احتفاليه كويسه. يعني هو عايز يخرج باليوم يوم كويس، يوم بدون اصابات لكل اللعيبه اللي موجوده، بيطمن على اللعيبه اللي النهارده بيديها فرصه. وفي الاخر هو خلاص الدوري الحمد لله اتحسم، وبطوله جديده تضاف للنادي الاهلي، الف مبروك طبعا. وعلى الجانب الاخر هتلاقي مباراه مش ما فيهاش شده الدوري، يعني الجيش خلاص في المركز العاشر، النتيجه ممتازه مع كابتن حبيب بسيوني، عمل طفره هايله مع طلاع الجيش حساب له طبعا. فهتلاقي المباراه ما فيهاش اللي هي شده حزبه النقاط، لكن الاهلي عنده الحزبه الاهم انه عايز يكسب النهارده، هو ده الاول. وفي رقم قياسي كمان، لو حققه النهارده هيعادل الرقم القياسي بتاعه. طيب جميل، يعني برضه الرقم القياسي بتاعه هو كان بتاع النادي الاهلي، فاهمني؟ فهو النهارده النادي الاهلي يلعب على المكسب، وعلى اساس اليوم يخرج النهارده مفيش اي مشاكل ان شاء الله. قبل ما نروح للكابتن اسامه، هنروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه، ونتعرف منه على اخر ترتيبات تسليم الدرع النادي الاهلي في مباراه اليوم. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لنجوم الاستوديو التحليلي الكرام، كابتننا الكبير كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل مصطفى، من داخل ملعب الاهلي ومراسم تتويج وتسليم درع الدوري للنادي الاهلي. يا كابتن ايمن، الدرع رقم 42، طبعا كل النجوم اللي موجوده في الاستوديو التحليلي كان ليها سجل حافل مع درع الدوري وبطولات النادي الاهلي، ده امر معتاد دايما لكل من ينتمي للنادي الاهلي. اقول لك كواليس اليوم يا كابتن ايمن، طبقا للامور والبروتوكول الموضوع من اللجنه الخماسيه، هيتم وضع درع الدوري على ستاند، وهيتم تسليمه لفريق النادي الاهلي. فريق طلائع الجيش طبعا هيعمل ممر اشاره فيه للنادي الاهلي، هيكون موجود مسؤولي اللجنه الخماسيه الاستاذ عمرو الجنايني والكابتن محمد فضل والدكتور احمد عبد الله والدكتور جمال محمد علي. طبعا دكتوره سحر عبد الحق لظروف تواجدها مع منتخب على كره الصالات في الامارات مش هتكون موجوده النهارده. كان من المقرر ان يكون موجود الدكتور اشرف صبحي في هذا اليوم، ولكن لظروف تواجده مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح متحف شرم الشيخ حال دون تواجده في هذا اليوم. ايضا هيكون موجود مؤمن زكريا في هذا اللقاء، وزي ما انت عارف يا كابتن ايمن وكل نجومنا وكل نجوم النادي عارفين ان الدرع تم اطلاق اسم مؤمن زكريا على درع الدوري. كان وصول فريق النادي الاهلي يا كابتن ايمن في تمام الساعه 6:30، يعني زي ما انا سمعت من كلام الكابتن علاء ميهوب لما قال النادي الاهلي طبعا بدون ضغوط النهارده، اللقاء طبعا مهم جدا ان انا افوز بالثلاث نقاط علشان اكسر الرقم زي ما حضرتك قلت، رقم ال 88 نقطه اللي كان احرزه النادي الاهلي في موسم 2017-2018. النهارده النادي الاهلي بيقترب من ان شاء الله ان هو يكسر هذا الرقم، وزي ما دايما متعودين النادي الاهلي هو اللي بيخسر ارقامه، النادي الاهلي بينافس نفسه. النهارده مستر بيتسو موسيماني طبعا استقرار على الدفع بعربي بدر في مركز الظهير الايمن، النهارده بيجرب اللاعب محمد فاخر في مركز 8 بجوار اليو ديانج، يدي الفرصه طبعا لمحمود كهربا من البدايه ووليد سليمان وجيرالدو، وفي الامام باجي موجود ايضا على مقعد البدلاء بعض اللاعبين زي محمد شكري وشادي رضوان. من النقاط المهمه جدا اللي لاحظناها في الفتره الاخيره يا كابتن ايمن حاله الثقه والتفاؤل والانسجام اللي ما بين مستر بيتسو موسيماني مع لعيبه النادي الاهلي، واللعيبه عندها قناعه فنيه بمستر بيتسو موسيماني. الامور كلها في اطار طبعا التجهيز ل ان شاء الله للبطوله الافريقيه والمباراه النهائيه. أنا موجود معاك يا كابتن أيمن لو في أي استفسار أو أي تساؤل من داخل ملعب الأهلي وي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق. كابتن أسامة، النهارده مباراة الأهلي وطلع الجيش ختام مباراة النادي الأهلي لهذا الموسم الطويل قوي، اللي يعني كان موسم استثنائي ويمكن أطول موسم على مدار الدوري العام المصري.
منذ نشأته سنة 48. شايف النهاردة رؤية الجهاز الفني للمباراة ديت ازاي؟ بداية عايز يكسب، دي طبيعة أداء النادي الأهلي وطبيعة الاستراتيجية بتاعته، أنه في أي مباراة بيلعبها في أي وضع الهدف الأولاني هو المكسب. أكيد هو بيفكر في كده، ولكن عنده أهداف أخرى محطوطة بالنسبة له. أنا أعتقد لو كانت المباراة النهائية يوم 6 ما كانش هيدي هيغير في التشكيل بهذا العدد من اللاعبين، كان هيدي لبعض الناس، لكن ما كانش هيغير. النهاردة حوالي 8 لاعبين تقريبا. هنتكلم في التشكيل. لا انا بتكلم على انه انا بقول لك على الهدف. أيوة. لو كان المباراه الاسبوع الجاي اللي هي النهائي ما كانش هيدي للعدد ده كله من اللاعبين. كويس. ولكن تاجيل المباراه ليوم 27 اداله فرصه انه يشوف عدد كبير ويريح واحد زي معلول المصاب، في ناس عندها انذارات، ده طبعا غصب عنه، ريح ناس زي قفشه ومروان محسن وياسر ابراهيم ومحمد هاني، ادى عدد كبير من اللعيبه اللي كانت بتشارك في اجزاء من المباريات تبقى رؤيه ليه اكتر، بيشوفهم في مباراه رسميه، وناشئين زي عربي بدر ومحمد فخري برضو بيدخلهم في المباراه يعني. فهو المكسب رقم واحد، بيدي فرصه للناس يشوفها رقم اثنين. الحاجه الثالثه انه اعتقد برضو علي لطفي النهارده مديله فرصه يعني مكان الشناوي. كابتن اسامه انت تقريبا قلت التشكيل. لا طب ما كابتن شريف قال له انا مش حاجه، انا قلت والله اعلم. لا لا فاروق قال هنرجع للتشكيل برضو. لا انا اقصد انه مريح عدد كبير لظروف ان المباراه فيها وقت. هو طبيعي يا اسامه، طبيعي ده لو هيعمله النهارده اكيد. لا لو كانت المباراه لا انا بجيش على بتكلم على الوقت نفسه اكيد كلام مختلف طبعا، لكن هو الطبيعي ان هو ده حتى لو كان عنده الماتش يوم 6 لا اعتقد لا كانش لا اقول لك على حاجه بلاش اعتقد لا 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 حتى لو عنده كان ممكن يدي علي لو عنده الماتش يوم 6 كان اختلف فكره عن ماتش النهارده طبعا. طبعا في التشكيل وفي الطريقه طبعا، لان ده بان قبل مباراه الوداد الاولانيه الاولى قبل مباراه الذهاب، بان بمباراه بيراميدز. مباراه بيراميدز كانت يعني شبه تحصيل حاصل، ولعب فول تيم، اعتقد لعب فول تيم، وكهربا كان اتصاب في المباراه دي. فلا اكيد المباراه كان الفكره هيختلف تماما. واعتقد البدايه كانت هتبقى مشابهه لمباراه الوداد، ان انت تبقى انت برده اخذت فتره من بعد مباراه الوداد الثانيه لغايه دلوقتي، وبعدين هتقعد من دلوقتي لغايه مباراه الفاينل، هتبقى صعب انك تقعد الفتره دي كلها من غير مباريات. ممكن يدي اللعيبه بس باجزاء يعني باجزاء متفاوته. يبدا ممكن ما يبقاش الهيكل الكامل، ولكن هيدي جزء فيه ويبدا يدعم ببعض اللاعبين. النهارده مباراه تسويقيه برده، خد بالك النهارده برده المباراه داخل فيها جزء تسويقي. كل انديه الدوري مباراه النهارده ومباراه اللي قبل كده معظمها جزء تسويقي، بمعنى ان في لعيبه موجوده عندك ما بتلعبش بقى لها فتره، انت عايز ممكن تكون عايز تخرجها بدون ذكر اسماء اي كل الفرق يعني. فالنهارده مباراه فاترينا كويسه ان هو الناس تشوف اللعيبه اللي موجوده عنده، او تديك انطباع تاني انت لعيب ممكن يكون مش في حساباتك خالص، مباراه زي النهارده يغير لك حساباتك تماما. وفي لعيبه كتير كان ما كانش موجوده قبل كده، ممكن النهارده مستر موسيماني يشوفها، او هي كانت لعيبه نجوم. انا شايف زي صالح جمعه لعيب عمل مردود كويس بعض الاوقات، ولكن بقى له فتره بعيد. النهارده مباراه النهارده ممكن برده تخليه يعني. انت قصدك ان مباراه النهارده تعتبر اثبات وجود لبعض اللاعبين في الملعب؟ طبعا اللي بيلعب في النادي الاهلي مش متخيل ان كل دقيقه بتعدي عليه مش اثبات وجود، يبقى هو مش مدرك هو فين. النادي الاهلي لو انت واخد بطوله افريقيا او واخد دوري وعندك مباراه بعدها بتبقى عايز تثبت نفسك، لان انت ممكن لو ما قعدت ماتشين ثلاثه بعت واحد تاني دخل مكانك هتستنى الفرصه دي، ممكن تقعد لك 3 4 شهور عشان تاخد الفرصه تاني. فاللعيب اللي في النادي الاهلي اللي مش مدرك ان مباراه النهارده او اي مباراه بيلعبها كويس، او اي مباراه تجريبيه في التتش، ماتشات التتش دي ماتشات تجريبيه بتمشي لعيبه وبتقعد لعيبه، خلي بالك. مظبوط. وكلنا طبعا كل على مختلف مزبوط. العصور كلنا مرينا بده. فاللي مزبوط. اللي مش مدرك ده لا، يبقى كده هو يعني مش عايش الاجواء في النادي الاهلي. فاعتقد دي مباراه النهارده اللي عنده ربع ساعه، اللي عنده ثلث ساعه، اللي عنده نص ساعه هيلعبها،
هو لازم يكون واخد باله ان هو بيتقيم عليها، ممكن يكون بعيد جدا ويؤدي ربع ساعه ولا ثلث ساعه كويسه تدخله اجواء تاني وممكن يبقى يعني بقول يعني للبعيد، لكن للقريب واللي ماشي كويس اعتقد الامور بالنسبه له مش يعني عادي، هو ممكن يكون فيها استشفاء، ممكن يكون فيها راحه للمباراه الجايه. بما انك اتكلمت على التشكيل او اللي هيلعبه، فممكن نتكلم على تشكيل النادي الاهلي النهارده. هيبقى علي لطفي في حراسه المرمى، ناحيه اليمين عربي بدر، ناحيه الشمال محمود وحيد، الاثنين اللي في القلب احمد فتحي وايمن اشرف. نقولهم تاني، عربي بدر ناحيه اليمين، محمود وحيد ناحيه الشمال، الاثنين اللي في القلب احمد فتحي وايمن اشرف. اثنين في نص الملعب اليو ديانج ومحمد فخري. اثنين اللي في نص الملعب اليو ديانج ومحمد فخري. قدامهم ثلاثه، جيرالدو ناحيه اليمين، كهربا ناحيه الشمال، وليد سليمان في النص، وقدام اليو باجي. ثاني خط الامامي، جيرالدو ناحيه اليمين، محمود كهربا ناحيه الشمال، وليد سليمان في النص، وقدام اليو باجي. تشكيل طلائع الجيش هيبقى محمد بسام. ومن تشكيل طلائع الجيش كده يبان ان الكابتن عبد الحميد البسيوني واخد الامور بجديه. محمد بسام في حراسه المرمى، ناحيه اليمين عبد الرحمن زولا، ناحيه الشمال محمد ناصف، اثنين في القلب احمد سامي وخالد سطوحي، اثنين اللي قدامهم في النص عمرو السيسي ومهند لاشين، قدامهم محمد رؤى، قدامه اثنين محمد شحاته احمد سمير، وقدام هيبقى عمرو جمال. مره ثانيه، محمد بسام لحراسه المرمى، عبد الرحمن زولا ناحيه اليمين، محمد ناصف ناحيه الشمال، اثنين في القلب خالد سطوحي واحمد سامي، اثنين قدامهم مهند لاشين عمرو السيسي، قدامهم محمد رؤى، واثنين قدام محمد رؤى احمد سمير ومحمد شحاته، وقدام عمرو جمال. هو بيلعب تقريبا 4-2-1-2-1. هنتكلم عن تشكيل النادي الاهلي وتشكيل طلائع الجيش مع نجومنا، ولكن بعد الفاصل ارجوكم انتظرونا. ونرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن تشكيل النادي الاهلي وتشكيل طلائع الجيش، وبالمره نقول البدلاء بالنسبه للنادي الاهلي: مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، محمد هاني، محمد شكري، صالح جمعه، محمد مجدي قفشه، وشادي رضوان، احمد الشيخ، مروان محسن. بالنسبه للبدلاء طلائع الجيش: مصطفى محمود، محمود عاطف، محمود سامي، كريم ممدوح، احمد داوده، احمد كابوريا، ابو بكر ديارة، وكيفن مهوري. كابتن شريف، في مجموعه زي ما انت قلت وزي ما الكابتن اسامه قال، مجموعة النهاردة زي برضو ما قال الكابتن عادل بتشترك، يمكن بتاخد من البداية، واعتقد دي في تحدي بينها وبين نفسها وعلى أرض الملعب طبعا، ولإثبات الوجود دي حاجة، بالرغم ان فيهم طبعا عناصر مش مؤيدة في أفريقيا كويس، ولكن نقول مباراة إثبات الوجود لبعض اللعيبة في الملعب، سواء كانوا ناشئين أو سواء كان في تفكير بالنسبه لحد منهم ان هو هيكمل او مش هيكمل. بص يا كابتن ايمن، القوام الاساسي بتاع اي مدرب فني بالنسبه لاي فريق بيلعب في اي مباراه هو الفوز. كويس. يعني مش معنى ان هو النهارده بيلعب عربي بدر ومحمد فخري وعنده شادي رضوان على محمد شكري ان هو الراجل هنا بيجرب. لا، هو ما بيجربش. هو هيجي في وقت من الاوقات وفي نفس الشكل ده وفي نفس التشكيل ده يمكن يحتاجه. يحتاجوا اللونج تايم، هيحتاجوا على بعد مباراه الموسم الجاي. هيشوف عايز كمان صالح جمعه زي ما انتوا اتفضلتوا وقلتوا النادي يبقى موجود، وعادل قال ان هو ما كانش اي لاعب النهارده هيثبت لي في اي مباراه في اي فرصه في اي موجود ان هو موجود بيلبس الشيرت الاحمر. ده لازم، ده الاساس الفهم، ده الاساس التركيز النفسي والبدني بالنسبه للعيب. انما انا بالنسبه لي مباراه النهارده لما يبقى عندي علي معلول يعني تعبان وفي استشفاء، ويبقى عندي مروان محسن نفس الشكل في ضغط كبير قوي نفسي وعصبي على العضلات والحاجات دي، وعندي لعيبه انا عايز ادخلها فورمه بسرعه عشان الاهم والاحسن بالنسبه لي هو الفاينل بتاع افريقيا، هو ده
الشكل المفهوم اللي هو انا شايف المدير الفني بيتعامل بيه، مش بيبعد لعيبه اساسيين عن مباراه زي دي. ولو يوم الستة كانت المباراه انا كنت انصحه ان هو لا ما يقدرش يلعب بالشناوي عشان ما يخسرش اي حاجه في الشناوي، والشناوي الشناوي خارج اصلا من استشفى ويلعب بعلي مع لطفي. محتاج انا محمود وحيد انه يبقى بديل جيد في حاله لما يكون باك ليفت الاصلي بتاعنا في كلام عنه وكلام، يبقى انا محتاج ان الراجل ده ياخد ماتش وياخد ويقدر يعمل ويقدر يعمل لي يثبت لي ان هو جاهز معايا في الفاينل. احمد فتحي وبنقول له بتتوج النهارده الحمد لله ببطوله كبيره مع النادي الاهلي ومشوارك الكبير، وبيجربه في مكان ده الوحيد اللي هو حاطه النهارده اللي احنا نتكلم عنه نقول ان هو بيتوج النهارده هذا اللاعب وبنشكره على كل حاجه. انما كان ممكن لو ان يوم 6 الماتش ما كانش هيبقى احمد فتحي في هذا المركز، لا كان هيبقى في شكل تاني وكان في اعتماد تاني. عربي بدر نفس الشكل النهارده بيدي حريه للعيبه، هو كان بيسميها. ما كانش هيبقى احمد فتحي في المركز دوت لان احمد فتحي مش كانش هيبقى في المباراه اصلا، ما كانش هيبقى موجود خالص زي ما انا بقول لك النهارده عشان التتويج والمسافه اللي بين الفاينل وبين المباراه. محمد فاخري وآليو ديانج هو بيشوف الكومبينيشن بتاع الولد الصغير ده مع الاخطبوط اللي بيبقى موجود، هل هيريحه؟ هل هيبقى فيه شكل وعلاقه في المستقبل باذن الله؟ ده من حق المدير الفني انه يسمح لنفسه انه يتفرج على اللعيبه دي، ومن حق اللعيبه دي كمان تاخد فرصه في مباراه زي دي. ده حقها على الجهاز الفني. كهربا طبعا هو محتاج اكتر واحد في الفرقه دي كلها هو وليد سليمان، ازاي ينغمسوا وازاي يخشوا وازاي يتخبطوا وازاي يطلعوا، نطلع بالاثنين دول جاهزين على الفاينل باذن الله من مباراه زي دي، ويثبتوا نفسهم في الحاله النفسيه كمان. اهداف تحركات شكل ما فيهوش اي ضغط نفسي عليهم. فانا شايف ان الراجل فكر تفكير جيد جدا، والبدائل اللي عندك كلها بره دي كلها ان هاند كلها أي. مشروعه أي. ان انا اقدر ادي ده 20 دقيقه او ده 20 دقيقه او ده 30 دقيقه وده زي ما اسامه قال وعلاء قال في نفس القصه دي، اقدر عندي فرايتي كتير هو الكسبان منها والفرقه كلها كسبانه منها من هذا الشكل اللي احنا فيه. كابتن علاء رايك في تشكيل النادي الاهلي النهارده؟ تشكيل متوقع ايمن، هو المباراه بعيده وعايز يجرب. هو الملعب النهارده كل لعيب فيه هدف النهارده، يعني هو حتى مستر موسيماني عامل التشكيل ده بالمراكز دي، هو ليه هدف في دماغه وعايز يجرب حاجات معينه في الملعب. يعني النهارده محمد فخري اول مره يلعب جنب آليو ديانج، هيشوف الشكل ازاي. بس هو ذكي جدا، حاطط واحد مواصفاته الدفاعيه عاليه قوي زي ديانج، وحاطط واحد جنبه الحته الهجوميه عنده عاليه جدا محمد فخري، ولعيب كويس جدا وخطر، كنا جايبينه احنا من المحله. حاطط النهارده عرب بدر بيلعب ناحيه اليمين، مع انه مش مكان عرب بدر، عرب بدر بيلعب اساسا ديفندر، لكن هو بيلعب ناحيه اليمين لعبها قبل كده وبيجرب. هو النهارده مستر موسيماني بيدي فرصه للعيبه كتير قوي في الملعب وبيجرب. هو ليه تصور يا ايمن، هو ليه تصور ان هو اشوف اللعيب ده لو لعب في المكان ده النهارده ايه المردود بتاعه. يبقى جاي النهارده اكتشف واحد في نص الملعب زي محمد فخري، يبقى عندك لعيب زياده في نص الملعب انت كسبته النهارده. المباراه النهارده كلها مكاسب، مكاسب مدير فني، مكاسب للعيبه زي ما كان عادل وكابتن شريف اتكلموا، ان هي مش اختبار، هو ولا ان انت تثبت نفسك اكتر ما هي فرصه حلوه في مباراه ما فيهاش اي ضغوط انك تظهر نفسك. ما عندكش اي ضغوط النهارده خالص، متوج بالدوري، الشكل العام ما شاء الله حلو جدا، بتلاعب فريق مش هيلعب على 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 نقطه التعادل او هيلعب مدافع، هيلعب بطريقته الطبيعيه جدا زي ما كنت بتتكلم ايمن. فالنهارده المباراه عايز تطمن على مثلا واحد زي النهارده كهربا، محمود وحيد، احمد فتحي لاقي في المكان ده فيه مشكله فيه. مباراه النهارده كلها ايجابيات، كلها مكاسب بالنسبه للمدير الفني وبالنسبه لكل اللعيبه اللي موجوده في الملعب. لكن هو ده تشكيل اقرب، ما عندوش مشكله، هو المباراه لسه بعيده قوي، لكن عايز برضه يطمن. هو مطمن على لعيبه كتير جدا، بس انا اطمن زياده. شوف النهارده هلعب وليد من الاول، اشوف هاخد منه قد ايه في المباراه النهارده. نفس الكلام عند كهربا، جيرالدو النهارده. فهو النهارده مباراه ما فيهاش ضغوط، كلها مكاسب، شايف للمدير الفني وشايف برضه نفس الكلام للعيبه، هتطلع مباراه من غير اي ضغوط خالص النهارده باذن الله رب العالمين. هنرجع نتكلم عن تشكيل النادي الاهلي مع الكابتن اسامه والكابتن عادل مصطفى، ولكن بعد الفاصل. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، كنا بنتكلم عن تشكيل النادي الاهلي. كابتن اسامه، رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي النهارده؟ انا قلت بص، وجهات نظر مدربين، في مدرب ممكن يغير في التشكيل كتير طالما في مسافه، وفي مدرب كان لو زي ما قلت لك الوقت قريب لماتش النهائي بتاع الرجاء او الزمالك كان تغييراته تبقى محدوده، ووجهات نظر كلها تبقى سليمه، كل واحد حسب رؤيته يعني. لكن هو طبعا واضح انه مريح ناس كتيره وعايز يدي فرص لناس، يعني مثلا عربي بدر
حمد فخري، هم مش متأيدين افريقيا. أيوه. ولكن هو بيشوفهم للموسم الجديد، هل في كاس يعني مصر. شوف كاس مصر وال 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 والموسم الجديد ان نشوف ادائهم كناشئين مع الفرقه، هل دول يصلحوا او لا، او مراكزهم ايه، لان العرب بدري مثلا اصلا وسط مدافع. في مثلا اللعيبه اللي زي محمود وحيد وعلي لطفي، ودول زي ما المدرب ليه اهداف هم كمان ليهم اهداف في دماغهم. يعني محمود وحيد لازم يثبت لنفسه وللناس ان هو يقدر يلعب مكان معلول، لان احنا شفنا انه مستر موسيماني او مستر فيلر احيانا كانوا بيلعبوا احمد فتحي ظهير ايسر، واحمد فتحي نجح فيها جدا لان احمد فتحي جوكر ويقدر يلعب في اي مكان، بس بتبقى قاسيه لواحد اساسا مركزه ظهير ايسر وبتجيب واحد ظهير ايمن وبتلعبه عليه وهو مش اشول. فطبعا ده دي فرصه لاثبات الذات لواحد زي وحيد، انه يقول ان انا اقدر ابقى موجود، خاصه احنا قلنا احمد فتحي ممكن يبقى مش موجود يعني. وده مكان اصلي زي ما انت قلت. علي لطفي لازم يشوفه كويس، لانه مع مصطفى شوبير قاعد احتياطي، ان هم اللي بعد الشناوي. احنا ان شاء الله يا رب الشناوي يبقى سليم وكده، ولكن لازم يشوف البديل يقدر يلعب ولا لا، فهو لازم برضه بيثبت نفسه ان هو يقدر. في ناس مش محتاجه اثبات نفسها زي اليو ديانج، زي ايمن اشرف، دول اساسيين وبيلعبوا على طول، زي وليد سليمان، لكن هو بيوري له ان انا ممكن العب 90 دقيقه. لكن واحد زي محمود كهربا مثلا بقى له فتره طويله ما بيلعبش كاساسي، وكان بعيد موقوف فتره طويله، لازم يوري جمهور النادي الاهلي ولنفسه والراجل انه 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 جدير انه يكون اساسي وانه يكون عنصر مهم بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه بقى لباقي اللاعبين زي اليو باجيو وجيرالدو، يعني نتمنى لهم التوفيق ويعملوا ماتش كويس ونشوف منهم مباراه جيده، يقولوا برضو ان احنا لعيبه مميزين يعني، وكان مفروض ان احنا نبقى ان شاء الله متواجدين يعني. فهي فرصه للراجل وللعيبه اللي جوه انه 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 كل واحد يثبت ذاته، والراجل ياخد الاهداف اللي هو عايزها من اللقاء في اراحه بعض اللاعبين، وبنشوف ناس جديده ما شاركتش كتير يعني، او اشبال يعني. كابتن عادل، رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي، وهل هيتاثر ببعض الغيابات النهارده؟ لا، تشكيل جيد، تشكيل من هنتكلم من اتجاه اللي الاهلي تفوق فيه الفتره اللي فاتت للاستحواذ. استحواذ رجع النادي الاهلي بشكل جيد، ونسبه الاستحواذ زادت، نسبه التمرير جوه الملعب زادت، نسبه التمريرات الصحيحه زادت، نسبه التمريرات البيانيه زادت، بقى في طول ما الكوره معاك في شغل ايجابي على المرمى، او التحضير في بدايه الهجمه، بدايه الهجمه بقت تتعمل بشكل كويس جدا. النهارده الناس اللي موجوده ايمن اشرف وفتحي ومحمود وحيد وعربي بدر، اعتقد الاربعه المواصفاتهم هم اصلا مش سنتر باك اساسا يعني. معظمهم يعني ايمن اشرف باك ليفت اساسا، فتحي باك رايت، عربي بدر لعيب نص ملعب، محمود وحيد باك ليفت وبيلعب وينج كمان ساعات وبيلعب في نص الملعب. فالناس اللي موجوده دي تقدر تدي لك بدايه هجمه كويسه، تقدر تبني عليها هجمه كويس. لعيبه في نص الملعب، فخري برده، فخري كورته عاليه، فخري مواصفاته لعيب مهاري، لعيب مهاريا اعلى من ان هو دفاعيا، هجوميا اعلى. واليو ديانج برده نفس الشيء. فالحاجات دي يديك استحواذ كويس. أيوة. الكره هتعدي كتير على لعيبه نص الملعب اذا كان فخري او اليو ديانج. ده الفتره اللي فاتت اللي الاهلي اتطور فيه، ان الكره بتعدي كتير على لعيبه نص الملعب اذا كان ديانج او السوليه او حمدي فتحي. يعني انت بتتكلم على الاستحواذ. الاستحواذ طبعا هو اللعيبه اللي معاك تساعدك في الاستحواذ. مع ان في لعيبه كمان جوه الملعب، معاك وليد سليمان من اكتر لعيبه الدوري ايجابيه على المرمى، ومن اكتر لعيبه الدوري اللي هي عندها ما قل ودل. ابسط شيء في الدنيا، ولكن هو بيقدر يصنع بيه فرص بشكل جيد جدا. موجود عندك كهربا اعتقد بعمل بعد يعمل الاستشفاء بتاعه تاني بعد الاصابه بتاعته بتاعه مباراه الوداد الاولانيه، اخذ جزء في المباراه الثانيه. النهارده اعتقد هيديك مردود احسن بدنيا كمان. كهربا كان راجع من فتره ايقاف كمان ما قبل مباراه الوداد، قعد فتره برده ما اخذش مباريات كتير، فده بالتالي زيه زي حسين الشحات، مع توالي المباريات ممكن تلاقي عنده اصابات في اوقات متفاوته، وده شيء طبيعي جدا. جيرالدو الفترة اللي فاتت أدى، لعب ماتشات إلى حد ما كويسة. الماتشين اللي لعبهم مع موسيماني كانوا كان مميز فيهم جدا، عمل شكل كويس. باجي
ممكن يبقى ليه دور النهارده في ان في استحواذ الفتره اللي فاتت اللي كان بيلعب فيها بادجي. خلينا برضو نبقى منصفين، ما كانش فيه استحواذ كتير، كان اللعب كله كان كلها كرات طويله، فكنت انت عندك مشكله ان بادجي على طول الوقت بيلعب ورا الباكات، بيستلم الكره ورا الباكات. النهارده الامور مختلفه شويه، في بقى عندك استحواذ، بقى عنده فرصه اكتر ان يجي له كور كتير، فده برضو ممكن تبقى النهارده رؤيه تانية لبادجي، ممكن تشوفه بشكل تاني مختلف. احنا بنتكلم ان هو ما اداش المردود الجيد لراس حربه النادي الاهلي، ولكن ممكن النهارده مع الاستحواذ يبقى عنده شغل اكتر. ان بادجي كورته مش وحشه، يعني كورته في الاستلامات والحاجات دي مش وحشه، بيعرف يتعامل بيها كويس. فتشكيل جيد ومش بعيد عن التشكيل الاساسي، اعتقد يقدروا يلعبوا مباراه كويسه ويقدروا يبقوا هم اللي ليهم الافضليه في الملعب يعني. باذن الله ان شاء الله. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وهنتكلم على تشكيل طلاع الجيش مع الكابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف، قبل ما نتكلم على تشكيل الطلاع، طبعا النادي الاهلي في المركز الاول بعد 33 مباراه، النقاط 86، فوز 27، هزيمه 1، تعادل 5، اقوى خط هجوم 71، واقوى خط دفاع عليه 8 اهداف. بالنسبه لطلاع الجيش لعب برضه 33 مباراه، الترتيب في المركز العاشر 41 نقطه، كسب 9 ماتشات بس، هزيمه 10 ماتشات، تعادل 14 مباراه، له 32 جول عليه 34 جول. وزي ما شفنا في تشكيل طلاع الجيش، كابتن عبد الحميد مسيوني من الواضح كده بيقول ان هو، انا شايف من التشكيل والطريقه ان هو هيلعب على نقطه او مكسب. ليه نقطه بس يعني؟ هو شكله كده. انا بشكره على التشكيل، ان هو مركز في المباراه وبيدي النادي الاهلي تجربه قويه جدا، النادي الاهلي محتاجها هو بالشكل اللعيبه اللي هي موجوده دي كلها. انا شايف ان طلع الجيش مع عبد الحميد بسيوني، عبد الحميد بسيوني بيحاول يثبت في كل مباراه بيلعبها الحقيقه ان هو مدرب واعي، مدرب بيقرا الخصم كويس قوي، عنده شكل زي موسيماني زي الدنيا كلها، بيدور على مستقبل فرقته والشكل الجديد اللي هو هيفنش بيه بطوله الدوري، وعايز يسيب ذكرى كويسه قوي بالنسبه للدفاعات والهجوم بتاعته، الاجوال اللي داخله فيه اكتر من الاجوال اللي هدفها، فكل واحد يعني عنده فكر، كل واحد عايز يغير كل شكل، كل واحد دارب الحته دي. ما هو متهيألي التعادل مع النادي الاهلي في اخر مباراه يعتبر ذكرى طيبه. ده اي نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي مع اي فرقه ذكرى يعني افضل عايش عليها طول عمري الحقيقه. فبالنسبه لي انا فرقه طلاع الجيش هتخليني النهارده احب اتفرج على فرقتي انا كمان، احب اشوف التكوين اللي عمله موسيماني النهارده هيأدي ازاي، وسعيد جدا بالثلاث اربع ناشئين اللي هيبقوا موجودين في المباراه. كابتن علاء، ممكن كابتن عبد الحميد النهارده يطمع في المكسب؟ لا يطمع لا، لكن هو يلعب معتدل جدا، طريقته العاديه هي اكيد هيقفل مساحات للنادي الاهلي، لكن طمع من اول مباراه ويفتح الملعب صعب جدا. ايمن بسيوني عارف قيمه النادي الاهلي وعارف قيمه اللعيبه عامله ازاي، وعارف ان ممكن العقاب يبقى صعب جدا ان هو لو سام مساحات لعيبه النادي الاهلي خصوصا الاربعه الاربعه اللي قدام، لا اعتقد هيتعبوه جدا. فيلعب معتدل جدا، هيدافع كويس، غالبا هو كان بيستقبل اهداف كتير جدا، فدي نقطه ضعف عند كابتن بسيوني. لكن انا اتفق مع كابتن شريف ان هو عمل موسم ممتاز ووصل للجيش للمركز العاشر، اعتقد انجاز كويس جدا. كابتن اسامه، هل ممكن يغامر ويبدا بضغط عالي على النادي الاهلي من قدام؟ ممكن، وان كان طبعا هو حاطط ثلاثه وسط ارتكاز النهارده، مهند لاشين وعمرو سيسي ومحمد رؤى، اقرب انه عايز يامن لانه عارف خطوره النادي الاهلي في وسط ملعبه. لكن طبعا النادي الاهلي النهارده فيه تغييرات كتيره عن الشكل الاساسي اللي هو بيلعب بيه، لكن اسلوب النادي الاهلي واحد، واللعيبه الموجودين فيهم خطوره زي كهربا ووليد سليمان وبادجي والمجموعه يعني كلها الاماميه. لكن وسط الملعب اللي ممكن شويه هيبقى فيه صراع كبير بين إليو ديانج ومحمد فخري، كهربا لو ما ساعدش، وجيرالدو هو حاطط ثلاثه وسط ارتكاز، اعتقد هيأمن شويه وبعدين يلعب في البدايه على هجمات مرتده، ولكن هو عنده خطوره من عند عبد الرحمن زولا اللي هو الباك اليمين، لعيب كويس، هو اصلا مش وسط ملعب، لعيب كويس قوي وبيتملي بيطلع متقدم يعني ممكن يستعمله، ومحمد شحاته اللي هو الجناح الشمال في غياب كريم طارق، اللي هو افضل لاعب في الجيش غايب النهارده. لكن هي المباراه اعتقد ممكن تبقى 0-0 الشوط الاولاني يعني. كابتن عادل، هل هياثر غياب كريم طارق على القوه الهجوميه لنادي الطلاع النهارده؟ طبعا هياثر، لان اصلا فرقه الطلاع فرقه كاونتر اتاك النهارده، التشكيل اللي موجود مش تشكيل كاونتر اتاك خالص، ثلاثه في نص الملعب واثنين قدامه، احمد سمير لعيب مهاري لعيب كنترول،
محمد شحاته اصلا لعيب نص ملعب بيلعبوا اثنين تحت راس الحربه بيلعبوا في الاثنين، فاعتقد هيبقى فيه خمسه. انت بتتكلم التشكيل الاقرب لفرقه الجيش هتلاقيه 4-5-1، فهتبقى فيه معركه في نص الملعب وهتلاقي الدنيا زحمه شويه. هيبقى فيه ازدحام في نص الملعب، فيه استحواذ اكتر، لكن الكاونتر اتاك اللي موجود في فرقه الجيش اللي هم بيلعبوا عليه الفتره اللي فاتت كلها ما اعتقدش هيبقى موجود قوي، ان السرعات اقل، ولكن هتلاقي فيه كنترول وهتلاقي فيه استحواذ وهتلاقي فيه ان انت ان هو بيحاول برده يوصل معاك لابعد وقت في المباراه. ان هو بيشتغل تعادل وبيشوف لو اللعيبه اللي موجوده دي تقدر تشتغل معاه بكور ثابته. عنده عمرو جمال بيشتغل بدماغه كويس، هما بيشتغلوا الكور الثابته كويس، ناصر بيشتغلها كويس، وزوره بيشتغلها كويس، عنده احمد سامي بيلعب بدماغه كويس، لعيبه نص الملعب برده بيلعبوا دماغهم كويس. فاعتقد ممكن يشتغل على ده. مباراه سهله ليه كاداره لان هو مش محتاجها، وفي نفس الوقت بيلمع نفسه مباراه النهارده. مباراه الاهلي مكسبها بيقعد بيخليك حتى مستريح جوه ناديك 4-5-6 ماتشات لقدام، وهي في نهايه سيزون، فاعتقد هخليك تبدا سيزون بشكل افضل يعني. وانا بقول برضو ان هو بيلعب على التعادل النهارده. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في مباراه اليوم. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه بعد نهايه الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.